بجنيه. ماشي، ما هي اشكال. يا بصوا يا جماعه، الحته بجنيه. بجنيه حته يا حاجه، والله بجنيه حته، والله انا بسمعكم صوته. كل دي حته اهي والناس بتنقي منها. انا عاوز ادوس على الحاجه. ايه الحاجه اللي عامله زي الجلد دي؟ بصوا، جيب سحري. حته بجنيه هنا، وحته فسكوز، وحته تقيله. بصوا ايه دي يا محمد؟ دي قصه ايه؟ قصه فلانة دي هنا، حته بجنيه اهو. خديها، ممكن تنفع على صدر حاجه من اللي انت بتعمليها. ابدا، والله بتكسفيني. والله بتكسفيني. طيب ماشي، خدي حته فسكوز ثانيه. ايه لو عاوزه خدي حته فسكوزه. ايه فسكوزه؟ ايه بجنيه. لمي بقى، تلاقي نفسك لما كده ب 10 جنيه حته كده. ايه حلوه وصغنون. دي مخرمه، دي حته بجنيه. الحته دي حلوه قوي، حته منطون، حته بجنيه. كنت عامل كفر للغساله وتحطي فيها الشرابات، تعمل لها سوسته. شايفين دي يتعمل كيس يتحط فيه شرابات عشان ما تروحش بالغساله، ويتعمل لها سوسته. الخامه دي، هي دي الخامه دي مش طول. دي الخامه اللي انا بقول لكم عليها، بتتحط في الغساله. حلوه بجنيه اهي، تعمل لك بتاع 3 شنط. في طول كمان اهو، وستان وحرير. كله بجنيه. ماشي يما، بس انا مش عايزه ابين حد. المكان دوت جنب ام محمد بتاعت الجبيرات. اللي جه لام محمد بتاعت الجبيرات هيجي له الاستاذ ده. بس طبعا كل ثلاث في جديد، مش شرط ان كل ثلاث تجيب لها الحتت ام جنيه. بصي دي برده حلوه قوي. بصوا قد ايه افرجي يا محمد كده عشان يشوفوا طولها قد ايه. انا ضايع ضايع اهو، عشان دي كبيره قوي. بص دي قد ايه؟ دي حلوه حلو. لو عاوزاها خديها. انا ما بفصلش، انا عايزه حاجه في استخدامي انا. وفي حاجات في سكوزه اهي برضو، كنارها طويل. هقول لك تعملي بيها ايه لو جيتي انت عنده. بصي حاجه بجنيه، بصوا طولها. في حاجات طويله قوي اهي، شايفين دي طولها اكتر من 2.5. ممكن الواحد ياخدها يقصها 2 ويعملها كورنيش للملايه من تحت، وكورنيش على الخدادية اهو. شايفين طولها؟ لسه انا بصوا اهي طويله جدا. دي حلوه قوي، ممكن برضو اخدها تستغني عن القماش الساده وتحطيه مع المنقوش وتحطي كورنيش من تحت، يبقى انت استفدتي بيه. طب بصوا هنا في كده ايه، قماش مقصوص. انا بسال بسال الاستاذه اللي قاعده بتنقي فيه، فبتقول لي دي قصاد بناطيل. شايفين جايه من مصنع كده قصاد بناطيل. انا همسك واحده اهي. الحته بجنيه، حاجه بجنيه، كله بجنيه. دي كده قصه البنطلون اهو، هي رفيعه بس هما بيقولوا لي تاخدي 4 حتت بالظبط هيعملوا لك بنطلون، ولو ضيق ممكن نعمل وصله من الجنب. ادينا بنقول اهو افكار لبعض. دي القصات بتاعه البناطيل، في بيج اسود بني، وبرده الحته بجنيه. وهنا برده الحته بجنيه. يعني انت هتكملي بنطلون ب 4 جنيه وتحطي له حليه من الجناب. قولي ب 5 جنيه واقف عليكي البنطلون ب 10 جنيه. بص انا واقفه انا وواحده زميلتي برده على الجروب، بس هي مش عايزه تبان. بصوا دي الحرده بتاعه الصدر، هو جنب واحد بس، يعني دي وش عبايه اهي، وش عبايه. وبصوا ومعمول عليها كلام بالانجليزي. بصوا ابو يوسف جت، يعني احنا مستنيينك. بصي ام محمد مش عايزه تبان في الفيديو، بس انا بينتك وانت جايه اهو. خلاص بينيني اشمعنى ام يوسف. الله الله. طب ابو محمد اهي، الناس اللي بتغير دي يا جماعه معايا على الجروب وجايين هنا في السوق نشتري مع بعض. بصي وش الصدر بتاع حلو قوي قوي الصدر ده يا جماعه، نص الصدر يعني. بصي تكملي العبايه برده من هنا جايه، عاجبني قوي ده. انا هعمله اكياس لل، هقول لك دلوقتي هعمله ايه. الحتت بجنيه، بجنيه. تعالي نجيب كورنيش من. بصوا يا بنات، ده نص تاني اهو. ام محمد بانت بقى، هي بتقول لك انا مش عايزه ابان، بس الغيره مره يا جماعه. ايوه غرت من ابو.
يوسف. بصوا ده ايه نص الجلابيه، نص الجلابيه. بصوا ام يوسف اللي بالجنب، ام يوسف هتيجي عليها. بصوا الحرده بتاعت الشات وكده، وانا اظبط لكم الدنيا. لا دي كده هنا يا ام يوسف اهي كده. طب بصوا بقى دي كده الحرده. استني يا بنت انا هظبطها عليه. اهي دي حرده الصدر اهي، ودي حرده الباط، ودي نص الجلابيه. دي بجنيه ومطبوعه، مقاربه للعبايه اللي معاها. وهي مقاربه، ممكن يحطوا اللون الموف الغامق ده على فكره معاها، مش شرط تجيبي من نفس الشكل. حلو، دي تكملي معاها اي لون تاني ساده او اي منقوش من عند ام سيد. وبجنيه كله بجنيه. بصي الحته قد ايه بجنيه، يا رب تكون واضحه. اي نعم، هنا ساده وفيها غلطات اهي، بس الجزء ده اللي عاجبني. شايفينه منقوش ازاي، ينفع بلوزه. سيبيها بقى، حطيها تحت باطك عشان اوريهم التانية. دي جميله. لا مش طرحه، دي تبقى بلوزه حلوه قوي. شايفين كل دي بجنيه برضو، مش شرط كل ثلاث تيجي تلاقي الحاجه بجنيه. كل ثلاث فيك دي مش شرط، ممكن دي تكون تلبيسه الحاجه، بس برضو شكلها عاجبني. بصوا ممكن يكون تلبيسه، دي برضو بجنيه. بصوا الحجم بتاعها، امسكي كده يا يوسف. بصوا دي بلوزه قلت اخدها لبنتي مقصوصه. اديني ظهرها بقى. لا بصوا ناقص بس الوش بتاعها، ده الظهر بتاعها. اديني وشها ظهرها بقى، ده الظهر. لو لقيت نفس القماشه بتاعت دي كده اخدها اقفلها من الظهر او اعمله وش، وتبقى بلوزه محترمه. بصوا كده يا شباب، حته القماشه دي فسكوز. وبصوا مخرمه من هنا كده وشكلها جميل قوي، عجباني. قلت لو عملت ملايه ساده ولا حاجه يتحط دي على الخداديات من الجنب، تدي منظر. ودي برده نفسها اهي، انا بوريكم اللي انا خدته، فيها موف والتانيه فيها ايه تركويز، وحته التل اللي انا قلت لكم عليها، وحته القماشه الطويله دي اللي هعملها ايه كورنيش ولا حاجه. واقفل الفيديو على كده، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.